السلام عليكم، مساكم الله بالخير. بإذن الله بنتكلم اليوم إن شاء الله عن الخلة البلدي، فالجزء المستخدم منه طبيا هو الثمار. فمن أهم استخدامات الخلة البلدي وأشهرها هو استخدامه لعلاج الحصوة، وأيضا من استخداماته أنه يعمل على توسعة الأوردة والشرايين، فلذلك يعمل على خفض ضغط الدم. وأيضا فهو مضر للبول، وواقي من التشنجات، ومضاد لتصلب الشرايين. وأيضا من استخداماته أنه يستخدم لعلاج الأمراض الجلدية مثل البهاق. فمن موانع استعمال الخل البلدي أنه لا يستخدم مع الأدوية التي تعمل على توسعة الأوردة والشرايين. ليش؟ لأن الخل البلدي يوسع الأوردة والشرايين، فإذا استخدمت معها أدوية توسع الأوردة والشرايين يحدث توسع الأوردة والشرايين مضاعف، فلذلك قد يحدث انخفاض شديد في ضغط الدم.